عمل مباراه الكره اللي لعبها بكعبه واتقطعت وجي منها هدف التعادل، وتعرض لحمله تشكيك عنيفه جدا جدا جدا. ثم يحيى عطيه الله المباراه السابقه واحد من نجوم المباراه رامي ربيعه. بنتكلم على محمد الشناوي كمان اللي الحقيقه، وانا قلت هنا باعتباري حارس مرمى انه التسع ضربات جزاء الشناوي لعب مع التسع ضربات جزاء بالزبط. بل ان الضربه الخامسه كان هيريحنا ومسكها بتاعت ناصر منسي بدلك عدت من تحت ايديه، لكنه بينجح بيصد الضربه الاهم ضربه شيكابالا، وربنا سبحانه وتعالى بيكرمه وفي يعني العوده سريعا ورد الاعتبار الاسرع. انا عايز اقول ان بدايه عوده محمد الشناوي لمستوى محمد الشناوي اللي احنا نعرفه كافضل لاعب داخل قاره افريقيا في 2022 هو ركلات الترجيح. نعم. غير ال 90 دقيقه كمان. نعم. لان انا عندي في 90 دقيقه لقطه مش بتاعت محمد الشناوي اللي هو الحارس الكبير اللي كان في الدقيقه 80 اللي طلعت ركنيه، لكن انا جايب صورتين يا كابتن توضح لك ازاي لما الحارس. بس خلي بالك انت قصدك الكره اللي بيمسكها ووقعت عادي بتحصل في كل الدنيا، اصل ده منطقي وطبيعي وعادي، وفي النهايه هي الكره بتروح الى ركنيه ما وقعتش من ايده وراحت لمهاجم عشان يعمل فولو يعني انت عارف ساعات الكره بتبقى بتلف ساعات بيبقى مش عارف الاضاءه ايه كده يعني. انا فاهم طبعا وطبعا لكن انا بالنسبه لي في لقطتين انا على طول كانت لقطه في ذهني كانت سلبيه في السوبر الافريقي اثناء ركلات الترجيح ومحمد الشناوي بعد الركله الرابعه بيعمل كده. لا ما كانش ده المفترض. انا فاهمك. قول لي. لانه هو الشناوي هو بيعمل كده هو عايز يقول لك انا رايح مع كل كوره. بس ما في يعني عايز يقول لك ما فيش توفيق، هو الناس خدتها كلها فسرتها تفسيرات اخرى، راجل يقول لك طب انا اعمل ايه ما انا يعني هو بيكلم نفسه على فكره وبيناقش الناس. هو بيقول نفسه يعني ساعات الواحد انا مثلا ممكن اضرب نفسي او ممكن اضرب رجلي في الارض او ممكن كده. هو الشناوي هو ده لانه الشناوي هادي فبيقول لك يعني بتكلم نفسه طبعا اعمل ايه ما انا رحت معاها بس اقول لك نفسيا او بيلوم نفسه بيقلب نفسه. هي نفسيا هنا بيدي لنفسه الاول بيغذي عقله الباطن ان الكوره مش معايا النهارده وده كان بدري قوي على عكس الشناوي في مباراه السوبر المصري. نعم. اولا انا اللقطه اللي صد فيها حمزه المسلوسي قايم بمنتهى الهدوء وعمل غمزه كده ده واحد واثق الخطوه يمشي ملكا. نعم. هنا كان الشناوي بيغذي عقله الباطن وده اللي قاله حتى بعد المباراه ان انا النهارده جاي مركز الجمهور ده مش هيروح زعلان. ده الفارق ما بين الشناوي اللي كان في السوبر الافريقي والشناوي اللي كان في السوبر المحلي. عشان كده في لقطه شيكابالا اللي انا بقول حركه عليه بقى هي التغذيه النفسيه. هو قال ايه انا داخل هعمل اي حاجه عشان اصدها وانا